الموصل من حمدانية وكل المسيحيين من الموصل تهجروا وما عندنا ما حد. احنا نريد الدول تجي تاخذنا مننا، حتى العراق ما نريده. داعش يركضون وراء المسيحيين واليزيديين والشبك وكل الطوائف. هسه احنا شنو هذا حالنا؟ والله حالنا لا شيء ونايمين بالشوارع. عايشين مأساة، ولا واحد لا يفتحنا باب، ماكو لا اكل لا شرب. ناس مهاجرين، ناس مرضى، عندنا رجال كبير مات البارحة، يعني هواية هواية مأساة. ما اعرف شو اقول لك بعد، يعني ما نريد كل شيء، بس يشوفونا، شوفونا فتعال. ما نريد، نريد لو نرجع القرقوش نموت هناك، خلي يقتلونا. لو يشوفونا حل هنا، كلهم مأساة، أطفال دا يموتون هنا. Ci lasciano increduli e sgomenti le notizie giunte dall'Iraq. Migliaia di persone, tra cui tanti cristiani, cacciati dalle loro case in maniera brutale. Bambini morti di sete e di fame durante la fuga. Donne sequestrate, persone massacrate, violenze di ogni tipo, distruzione dappertutto, distruzione di case, di patrimoni religiosi, storici e culturali. Tutto questo offende gravemente Dio e offende gravemente l'umanità.